السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم في فيديو جديد. اليوم ان شاء الله غادي نشوفو غرامير كي سو تروف دون لا باج 38. دونك غنشوفو الصفحة 38. دونك جو ميفالو رولي لو غروب دي مو دو لا بروميير كولون اللي هي هادي او غروب دو مو دو لا دوزيام كولون اللي هي الكولون التانية بور فورمي دي فراز باش نكون جمل. دونك غادي نقراوهم عاد نبداو. دونك لا فامي العائلة، لا غروت دركول، علي و فاطمة، لي توريست، السياح، سانتا ليكول، راهم في المدرسة، صافي، سو تروف ا طنجي، كاينة في طنجي، إسكالاد لا مونتان، كيتسلقو الجبال، فيزيت لا ستاسيون نور، كيزارو لا ستاسيون محطة نور. دونك اون فوا تنعرف المفهوم ديال كل حاجه هنا كيولي ساهل عليا انني نربطهم. دونك لا فامي مالهم، نبداو باسهل وحده، شكون اللي يكونوا في ليكول في نظركم؟ واش العائله، واش السياح، واش لا غروت داركول؟ نو. دونك علي و فاطمه هما اللي كاينين على ليكول. دونك غادي نربط علي و فاطمه مع سانتا ليكول. فوالا اسكالاد لا مونتان، كيتسلق الجبل. في نظركم شكون اللي يكون كيتسلق الجبل؟ هما لي توريست. دونك لي توريست اسكالاد لا مونتان، الجبل. بقاتنا لا فامي وبقات لينا لا غروت داركول. دونك لا فامي فيزيت لا ستاسيون نور، حيتاش لا غروت داركول ما يمكن ليهاش تزور، راها مكان هو بنفسه مكان، والمكان ما يمشيش يزور لي مكان اخر. دونك هادي مع الاولى، و لا غروت داركول سو تروف ا طنجي. متفقين؟ اونتور كيسيون 2، اونتور لو غروب نومينال سوجي اي انكادر لو غروب فيربال. دونك جي في هي غروب فيربال، GNS هي غروب نومينال سوجي. دونك قرينا لو غروب نومينال سوجي هو اللي كيكون فيه لو سوجي، الفاعل اللي كيدير واحد الفعل. اما لو غروب فيربال فهو من الفعل فما جاء وراءه. من نشوف الفعل لتحت، فعل الاخر ديال الجمله، راه لو غروب فيربال اللي قبل منه غروب نومينال. دونك باش تسهلوا عليكم اول حاجه قلبوا عليها هي لو فيرب. دونك هنايا ايمون، لو فيرب ايمي، اذا هذه هي لو فيرب. دونك من ايمون الاخر غروب فيربال. دونك انكادري، طلبوا مني انكادري يعني ندير ان كادر. دونك ما عرفتش اش كيبان لكم مزيان ولا كيولي فلو. دونك غادي ندير كادر اي انتوري لو غروب نومينال سوجي. دونك انا غادي ندور غير على الغروب نومينال سوجي باش ما يوليش لكم هكا ليماج فلو. دونك لو غروب نومينال سوجي هو ايمو، هو نو باردون. في الثانيه لو فيستيفال دي مارس اي ديزير سورغانيز ا داخلا. دونك فين كيت اورغانيزا ليا هاد لو فيستيفال؟ في الداخله. اذا فين هو لو فيرب؟ هو سورغانيز. اذا من سورغانيز حتى للداخله ان اونكادغي بحال هكا، والشي الاخر لو غروب نومينال جو في لونتوري، غادي ندور عليه. متفقين؟ سي لا تيليفزيون بريزونت ان دوكيومونتير سور لا سيفيليزاسيون ماروكين. تيليفزيون التلفازه تتقدم ليا. دونك الفعل هو تقدمو، بريزونت دونك بريزونت سي ان فيرب. Et je vais encadrer toute cette partie. Je n'oublie pas lié la télévision liée le groupe nominal sujet. On doit voir là. Bien. Je consolide mes acquis. Recopie le texte en mettant les majuscules et les points. Radin nqal nass ou ndir les majuscules li huma le harf en majuscule. وندير شنو اخر؟ لي بوين، نقط. انا ما غاديش نعاود النص كامل، نتوما يخصكم تعاودوه هنايا. انا غادي نقرا معكم وديريكتومون نقول لكم هادي تولي ماجوسكول، هادي تولي فيها بوين هنايا اكسيتيرا. لا تور حسن ايت ان مونومون هيستوريك. لا تور حسن، اول حاجه الجمله كتبدا بماجوسكول، اذا هادي تكون ماجوسكول. La tour Hassan est un monument historique. Ça fait. Donc, nous sommes là, nous avons une jumla mufida, nokta.
elle se trouve à Rabat. Fi kayna fi Rabat. Donc had L majuscule. Point. Elle, donc sujet عاوتاني من كندير سوجي عاوتاني يعني كنبدا جملة من نبداو جديد. Donc elle offre, donc elle offre une belle vue. Elle offre يعني كتقدم لنا واحد une belle vue واحد la vue واحد المنظر رائع sur la vallée de Bourgrag. على Bourgrag. Donc كومن غادي نسالي الجملة ديالي خاصني ندير un point. Donc شحال درنا من majuscule 3 majuscule شحال درنا من point 3 point معنيتها عندي 3 د الجمل بثلاثة كيبداو بماجوسكول وبثلاثة كيساليو بنقطة اتفقين. Question 2. Complète chaque phrase par le groupe nominal sujet qui y convient. طلبوا مني هنا عطيني دي فراز. ما معنى دي فراز؟ هما جمل. شنو طالبين مني؟ ندير لو غروب نومينال سوجي حيتاش هما ما دايرينوش. لو غروب نومينال سوجي اون اوتر فوا نشرحو هو داك الشخص ولا داك الشيء ولا داك الحاجه اللي كيدير واحد الفعل صافي. لا تيليفزيون بريزونت التلفازه كتقدم دونك التلفازه هي لو غروب نومينال سوجي. لو بابا بريبار لو تي شكون اللي كيصاوب لنا لو تي؟ لو بابا داكور. دونك نبداو. اي لا كابيتال دو ماروك هي عاصمه المغرب. من هي عاصمه المغرب؟ دونك كاملين عارفينها رابا. دونك هنا نكتب رابا. الرباط هي عاصمه المغرب. اي مون باي هو بلدي. شنو هو بلدي؟ بلدي هو المغرب. اذا هنا نكتب لو ماروك وما ننساش انني نبدا بماجوسكول وماروك بما انه بلد دونك كيتكتب بماجوسكول حتى هو. لو ماروك اي مون باي. ايمي فوتر باي كنهضر معاكم خصكم تبغيو بلادكم. شكون انتم؟ شنو هي انتم بالفرنسيه؟ هي واش هي نو؟ نو هي نحن. اذا انتم هي vous. On va dire majuscule. Vous aimez votre pays. Et la couleur rouge avec une étoile vert au centre. شكون هو اللي فيه couleur rouge لون احمر و نجمة خضراء في الوسط؟ Donc le drapeau. Donc le drapeau fait une couleur. Donc كيف ما شفنا في النص اللي قبل ماشي هنايا. Non, c'est pas ici. ما كاينش. Donc le drapeau اللي هو الرايه مالو est de couleur rouge. راه بلون احمر وشنو فيه؟ une étoile نجمة خضراء في كاينه في لو سونتر ديالو في الوسط ديالو. دونك اون باس لا كونجوغيزون نمرو لا كونجوغيزون دابا. je m'évalue classe les mots ou groupe des mots. دونك كاينين كلمات ومجموعة من الكلمات. من كنقول مو كلمات غروب دو مو مجموعة من الكلمات. Dans le tableau ci-dessous. Fin غادي نستفهم في هاد الطابلو. شنو كنلاحظوا هنا؟ شنو عندي في الطابلو؟ عندي ثلاثة د لي كولون، ثلاثة د الخانات. وحدة باسي، وحدة بريزون، وحدة فوتور. ما معنى الباسي؟ الماضي. ما معنى بريزون؟ الحاضر. ما معنى الفوتور؟ المستقبل. دونك الباسي شي حاجه دازت وسالات وما بقاش تعاود. شي حاجه بريزون هي شي حاجه دابا كطرا. دابا انا كنشرح الدرس متفقين. لو فوتور هو شي حاجه غتجي في المستقبل متفقين. اوتر فوا كنقول لك اوتر فوا شحال هادي. دونك فين جات؟ فين جات؟ فين جات؟ نسمعكم
Le passé. Très bien. Donc, autrefois. Dans 2 jours. خلال يومين ولا في يومين مثلا كنقول لك في يومين غادي نمشي نزور واحد السيده دونك في يومين دون دو جور واش دو جور دازت لا واش كنعيشها لا راه في دو جور اللي جايه اذا فيتور aujourd'hui اليوم aujourd'hui فين غادي نديرها C'est le présent. Aujourd'hui, اليوم كنشرح الدرس. اليوم كتسمعوا في لا فيديو. Donc aujourd'hui. تفقين؟ Maintenant, الآن. Maintenant, ليا présent. تفقين؟ L'été dernier, صيف لي داز صيف لي داز ما كانتش كورونا وكنا كنسافرو كنا كنمشيو للبحر كنا كنديرو بزاف الحوايج ولكن هاد العام كاينه كورونا ولكن ان شاء الله الصيف ما يجي ما تكونش ونديرو عاوتاني كاع لي زاكتيفيتي اللي كنا كنديرو دونك l'été dernier, الصيف لي داز دونك سي دو باسي ومن هاد المنبر كنقول لكم حداو راسكم مزيان 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 لاني ديرنيير العام اللي فات دونك فين جا في لو باسي لان ديرني ابري دوما دوما هي غدا وبعد غدا دونك راه شنو في الفوتور شي حاجه عاد مازال جايه دونك فوتور ابري دوما إلا كنتو قادرين تكملوا أصلا بقاو غير جوج المهم دون لافونيغ في المستقبل دون لافونيغ غادي نولي كدا وكدا وكدا دونك داكشي اللي كتحلموا بيه غادي توليو إن شاء الله دون لافونيغ دون لافونيغ غادي توليو واحد الحاجة اللي نتوما كتشوفوا راسكم فيها إن شاء الله واللي عليها خاصكم تخدموا عليها بزاف 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 وما تنساوهاش ديما تخليو لوبجيكتيف ديالكم قدام عينيكم دونك دون L'avenir, fil mustaqbel. En ce moment, je parle. Fad l'ahda ana kenhdar. Donc, en ce moment, c'est du présent. En ce moment, fad l'ahda. Ma'ara, je vais te gomme. Voilà. Donc, en ce moment. D'accord. Donc je fais autrefois l'été dernier, l'an dernier, كاملين في الماضي. Aujourd'hui, اليوم, maintenant, الآن, en ce moment, في هذه اللحظة. C'est du présent. Dans 2 jours, خلال يومين, après-demain, بعد غدا, dans l'avenir, في المستقبل, كاملين كينتميو لاش, le futur. C'est bon, c'est clair. Je consolide mes acquis. Classe les verbes dans le tableau suivant. Donc, je fais بالنسبه لي فيرب كاينين 3 غروب 3 ديال لي غروب لو برومي غروب كي ساليب او ار يعني اي وحده لقيتوها كتساليب او ار غتكتبوها هنا الثاني كي ساليب اي ار والثالث كي ساليب اي ار او اي ار ار او تفقين دونك الا فهمتوا تحاولوا تخدموهم تحبسوا لا فيديو دابا وتخدموهم راسكم وترجعوا لا فيديو وتصححوا الخدمه ديالكم انا نبغيكم تتبعوا معايا في لي فيديو ديالي بهذه الطريقه نشرح السؤال تخدموا التمرين بوحديتكم وانتم محبسين لا فيديو ترجعوا لا فيديو تصحوها باش تشوفوا راسكم واش قادرين واش فاهمين الدرس واش ما فاهمينش وبزاف الحوايج ولا لقيتوا راسكم ما فاهمينش تعرفوا بلي خاصكم ترجعوا لا فيديو اللي قبل اللي خاصه بداك الدرس وتحاولوا تقراو مزيان وتفهموا متفقين هذا الا بغيتوا تولوا تجيبوا مزيان وتمشيو مزيان ما باش تنقلونيش انا هادشي غاديش تستافدوا بزاف بزاف يعني ضروري خاصكم تحبسوا لا فيديو تحاولوا ديروا جهد ديروا مجهود ديالكم راكم قادرين انكم الا كنتو فاهمين الحاجه قادرين انكم تجاوبوا عليها دونك تعملوا المجهود ديالكم وترجعوا تشوفوا التصحيح ديك الساعات غادي تكونوا استفدتوا اكثر وعرفتوا علاش هذه غلطتوا فيها ولا علاش هذه ما غلطتوش فيها متفقين دونك نبدا غروسير
Donc grossir باش كتسالي اي ار كتنتمي لياش الدوزيام جروب écouter كتسالي باش اي ار دونك كتنتمي البروميير جروب ثالث وحده chanter donc في نظركم chanter اين جروب حاولوا تفكروا قولوا لي دابا donc chanter غنى كي سالي باش ER donc c'est du premier groupe تفقين donc فين غادي نكتبوها في الخانه الاولى donc chanter شنو بقات لينا nourrir c'est un verbe لي كي سالي باش كي سالي بي ار في الاخر donc nourrir في نظركم اين جروب غادي يكون C'est un groupe qui s'élève hier. Fnadalkom. Donc c'est un groupe, c'est un verbe de deuxième groupe. Tel touahed, dire. Dire, bach ketsali. Ketsali. ب ار او وانا ار او فين قلت لكم اين جروب هذاك سي دو ثوازيام جروب دونك فين غادي نكتبوها غادي نكتبوها في الخانه الثالثه تبعها فولوار فولوار باش كتسالي فولوار ب او اي ار دونك كتنتمي للثوازيام جروب تبعها فيزيتي دونك سهله فيزيتي كتسالي ب او ار اذا كتنتمي للبرومي جروب تبعها ريفليشير دونك ريفليشير وانا دابا نطلب منكم تريفليشيو دونك ريفليشير كتسالي باش ب اي ار و سي ان فيرب دو دوزيام جروب حيت كتسالي باش ب اي ار réfléchir يفكر finir donc finir c'est un verbe انها donc نقولو madame j'ai fini mes exercices c'est un verbe qui se termine par ir donc c'est un verbe de deuxième groupe rendre donc هاد le verbe باش كيسالي ب re donc rendre كيسالي ب re Ou li kisali b re, c'est un verbe de, donc rendre kisali b re. Ou re, c'est un verbe de troisième groupe. Idem fin radin ksboa, radin ksboa, f la dernière colonne. Donc radin ksboa, hna f l'akhra. Rendre. Tab'aha, ranger. Ranger. Rangez vos affaires. Qu'est-ce que comme la maîtresse, rangez vos affaires. Je m'oule et d'abord dire Donc, que c'est le bêche ER, c'est le wahda, que c'est le ER. Donc, c'est du premier groupe. Qu'est-ce que c'est le wahda? Partir. Donc, partir, que c'est le IR, mais c'est un verbe qui est mis le halat le khasa, ou qui c'est le IR. C'est pas un verbe de deuxième groupe, mais c'est du troisième groupe. تفقين دونك شفنا لي فيرب كاملين لي كيساليو ب او ار او ار كاملين كينتميو للبروميير جروب حتى شانتي دونك ايكوتي كتسمع شانتي غنى فيزيتي زارا رانجي يجمع دونك كاملين دو بروميير جروب لي كيساليو ب اي ار بحال غروسير غروسير يشحد ايل كيكبر دونك غروسير نورير يا كيغدي كوا دوت ريفليشير كيفكر فينير سا كيتسالا انها دونك كاملين دو deuxième groupe et les derniers qui se terminent soit par RE ou la OIR ou la IR dire fait le qala vouloir arada je dis je veux une glace uridu mutallajat
دونك سي لو فيرب فولوار كي يعبر لنا على الإرادة ديال الشخص. جو فو دوفونيغ اون ماتريس، باغا نولي مثلا معلمة، باغا نولي طبيبة، باغا نولي داكوغ. دونك كيعبر لي على الإرادة. غوندغ، دونك هنا غوندغ عندها بزاف المعاني. غوندغ فيزيت ا كيلكان، هي كتزور شي حد. غوندغ ان ستيلو لمولاه، هي كترجع ستيلو لمولاه. دونك كاين بزاف المعاني. بارتيغ، دونك بارتيغ il faut partir، هي خاص تمشي. دونك بارتيغ ذهب. وبهذه الطريقه كنكونوا سالينا لا فيديو، شفنا فيها لا بارتي غرامير اي لا بارتي كونجوغيزون. غتبقى لنا لا بارتي اورتوغراف، ان شاء الله نشوفوها دون اون نوفيل فيديو. دونك نتمنى تكونوا استفدتوا مزيان في هذا لا فيديو، ديروا بالنصائح ديالي وتكونوا parmi les meilleurs du class ان شاء الله، pourquoi pas. ونشوفكم دون اون نوفيل فيديو، ا بيانتو.